أكثر من 790 ألف مترشح كانوا على موعد مع اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2023. تخوف وتوتر ممزوجان بطموح ولوج الجامعة هي حالة أغلب التلاميذ الذين صادفناهم أمام مركز الامتحان. قل لهم شغل امتحان عادي، واش خدمت واش لقيت واش حتلقى إن شاء الله، وصح البرميزور بين تجيك شوية ستراس ومن بعد غير يعطوك سوجي نورمالمون إن شاء الله تروح عليك. سافا بريباريت بيان وإن شاء الله نخدم. درت شوية بزاف كاع. الكثير من الأولياء يفضلون مرافقة أبنائهم إلى مركز الامتحان خاصة في اليوم الأول كدعم معنوي لهم. سي لا بروميير اكسبيريونس وما تنساش بلي هادو تاع اللي ما تجوزوش بهم، سي لا بروميير اكسبيريونس تاعي في لي زيكزام فينال هكذا، تسمى ما كانش عندها بيام جازو تاع كورونا، وهذا هو ليكزام اللي راح ندير فيه كاع ستريس تاعي. ان شاء الله بالتوفيق للجميع، ان شاء الله للجميع، ان شاء الله كاع ربي يوفقهم. انا بلاص وليدي انا مستريسي، وي صح انا مستريسي سي فري، ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يجيبوه كاع ان شاء الله. يعني هذا يعتبر كواجب، يعني مرافقه الابناء الى حتى اليوم الاخير من هذه المسابقه التي عاد منعرج بالنسبه للطلبه وبالنسبه للتلاميذ. نتمنوا التوفيق كل التلاميذ تاعنا ولادنا ان شاء الله. القائمون على الثانوية أبو العباس أحمد الغبريني البجاوي بالمدنية كعينا عن مركز الامتحان وفروا كل الظروف التنظيمية لضمان سير الحسن للامتحان. الإجراءات اللي ذكرت في البروتوكول قمنا بتحديدها بلقاء، وهذه الإجراءات في الحقيقة يعني تأخذ ثلاث محاور أساسية، محور تنظيمي ومحور ثاني عنده علاقة بالإجراءات المرافقة من حيث كل ما هو لوجستيكي، والمحور الثالث هو أمني محض وينشغل به إطارات الأمن مشكورين على ما يقدموه لتأمين هذا الامتحان الهام. ما يمكن القول ونحن نحضر اليوم من هذا الصرح المعرفي والعلمي وثانوية البيجاوي ببلدية المحمدية حيث نحضر للافتتاح الرسمي والانطلاق الرسمي لهذا الامتحان الذي يسوده كما تلاحظون جو هادئ مريح مطمئن، ويعني في ظروف كذلك يعني عادية جدا. أشرفنا على التأطير التربوي المادي والبشري وحتى النفسي لحتى نضمن ظروف جيدة لامتحان أولادنا، وحتى ننجح في هذا العرس الوطني، هو بمثابة عرس وطني امتحان شهادة البكالوريا. وفي انتظار الإعلان عن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 في حدود 20 من شهر جويلية القادم، يبقى التلاميذ والأولياء على حد سواء في حالة ترقب، فمن جد وجد ومن زرع حصد.